طالب مجلس البلدية الشمالية في جلسته الاعتيادية عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الإسراع في استكمال مرفأ الدراز، وذلك بعد أن ناقش المجلس نسبة الإنجاز في هذا المشروع. استعرض مجلس بلدي الشمالية في جلسته الاعتيادية مشروع تطوير مرفأ الدراز ونسبة الإنجاز فيه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في المشروع، وبانتظار البدء بالعمل في المرحلة الثانية، مطالبين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة الإسراع لاستكمال المشروع لما له من دور مؤثر في حياة أهالي المنطقة. المرفأ راح يكون تطويره على 3 مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. المرحلة الأولى تم الانتهاء منها على وشك الابتداء من المرحلة الثانية. نأمل من الوزارة المعنية أن تتخذ الإجراءات التي تسرع من وتيرة العمل للانتهاء من المرحلتين المتبقيتين، لما يعد هذا المشروع مشروع حساس وقوي وحيوي، حيث أنه مصدر رزق لأهالي المنطقة. من جانب آخر، طالب المجلس بضرورة الإسراع بأخذ القرار النهائي من أعضاء مجلس النواب حول المقترح الذي تقدم به الأعضاء، والذي يطالب بتحديد ساعات عمل المحلات التجارية ليلاً لما يشكله من إزعاج كبير في المناطق السكنية على وجه الخصوص. البلديات تنفذ المقترح هذه، فأتمنى من البلديات يعني الإسراع بتنفيذه، لأن الصراحة يسبب ضوضاء خاصة من بعض المواطنين اللي يوقفون أمام المحلات التجارية ويستعملون أباق السيارات مكررة، يزعجون الناس في وسط الأحياء. وأتمنى يعني يكون هذه في نفس الوقت أن إحنا من المقترح ذي نوضح حق المواطن أنه يفكر في نفسه، أنه هو لما يطلق أباق السيارة يزعج ناس مرضى أو أطفال نايمين في وسط الأحياء. إلى ذلك، شدد المجلس على أهمية إدراج اشتراطات السلامة في الخيام الرمضانية عند منح التصاريح الخاصة بوضع تلك الخيام حفاظا على الأرواح والممتلكات. خول القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.